الله الرحمن الرحيم، وتحت بإذن الله تعالى تمن بكرة وانتيتين. ابدأ من أول وجديد بقى. ماشي. الرحمن الرحيم، وتحت بإذن الله تعالى تمن بكرة وانتيتين. الأعمار بتبدأ معانا من 3 شهور لأربع شهور ونص بإذن الله. بفضل الله تعالى غنم كلها غنم قديمة، مش غنم لسه مخطومة وجاية. بقى أكتر من شهر بتاكل في العلف والبرسيم. بفضل الله تعالى الغنم كلها بتاكل غلة وردة وعلف. معنا في العرض ان شاء الله الرحماني والارسيمي وخليط الرحماني والرحماني. معنا ذكرين ان شاء الله في العرض من 8 رحماني. دي اول نتايج معنا في العرض ان شاء الله، ودي تاني نتايج معنا في العرض ان شاء الله. يعني اللي عايز 8 ذكوره موجودين، واللي عايز 10 بالنتايتين موجودين ان شاء الله. اللي عايز خروف موجود، واللي عايز 2 موجود، واللي عايز 3 موجود ان شاء الله. بفضل الله تعالى الغنم كلها خالية من أي شرائح الحمد لله، وحناكة طاير على الأكل. بفضل الله الغنم كلها بتاكل خضرة وبتاكل برسيم الحمد لله وبتاكل غلة. يعني مش منع من اي حاجه الحمد لله. عايز يبات العيد الجاي ان شاء الله، دوره رمضان والعيد الكبير الجاي ان شاء الله، لو خلينا عمر واحنا ربنا. العنوان باذن الله تعالى مركز متغمر محافظه الدقهليه. السعر بإذن الله 3800 جنيه إن شاء الله العرض في قلب بعضه. لو أنت عاوز خروف موجود ب 4000 وموجود ب 3500، بس السعر الكبير في الصور إن شاء الله 3800 جنيه بإذن الله. 012-04-37-181 010-28-14-59-42 على بعض إن شاء الله ومتاح التلفاز. اصغر خروف زي اكبر خروف الحمد لله، حنكه طاهر مفيش فيه اي حاجه، والقرن ضار الحمد لله. ربنا يبارك اللي يجعلهم من نصيبه ان شاء الله.